السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، معكم أخوكم صقر. فجبنا لكم اليوم طريقة عمل حساب بروفي بيتردش. شو بيفرق يعني على الحساب هذاك؟ يعني بيفرق والله كثير. يعني حساب هذاك ما بتقدر تغير كم السر، إذا شحنته ونسيته مثلا خلاص راح عليك. أما الحساب بدك تعمله من هذا الموقع، موقع الشركة، يعني لا تقول موقع هاكر ولا شيء، لا، حساب أصلي من موقع الشركة برو. أي بيفرق، تقدر تغير كلمة السر، تقدر تشحنه في أي طريقة كانت، بتكوين، لو في رصيد الموبايل شايف تقدر تشحنه. فيعني حساب تعمله حساب محترم برو أصلي مثل حسابات اليوتيوبر. فبتخش على الموقع هون، تيجي هان هان هان، بتكبس على هذول أي وحدة، تمام. فبتقدر تسجل بالفيسبوك، في طريقة الفيسبوك ولا هذا ولا الايميل ولا هذا ابصر ايش ولا الفي كي. فمثلا بتسجل في الفيسبوك، يكون عندك ايميل فيسبوك متابعة باسم، تمام. الحين راح يعمل لك حساب مباشرة، بعطيك الاي دي، يعني نعمل حساب جديد. فبتكتب هنا اليوزر نيم، كيف شوف كيف ما احلاها، يعني تكتب هنا اسمك مثلا هاي ساكير بيتردش، وهنا تاريخ ميلادك، اي حاجة احنا كاتبين يعني الاصلي، تمام. فبنحط هون اكيد ميلي يعني انثى تكون، تمام. راح يكون معنا اليوم في الفيديو مسابقة على تقريبا 100 كوينز ل1000 كوينز، تقريبا ل10 رابحين ان شاء الله، لعشرة هون ما اقول لا. فهون هي الاي دي تاع حسابك تحت، تنسخه ضلك حافظه. كيف بدك تعرف الباسورد؟ طريقة سهلة جدا جدا. فبنروح، مش بكل لغتها روسية، فبتحط ترجمة، تمام. كلمة المرور، إرسال عنصر أو جلد زائد كلمة المرور، تمام. شوف شو بيجينا، لا هون، لا مش هون، مش هون، مش هون، ثواني ثواني علي. كلمة المرور الرئيسية مجانية، تمام، خليكم معاي. فهان بتحط الباسورد الجديد، وهنا بتعيد الباسورد وبتحط حفظ، تمام معاي انتو. هذا الباسورد مثلا ها قدامكم، اي باسوردك هي مثلا 1 2 3 4 5 6 7، تمام، 1 2 3 4 5 6 7، هيك الباسورد تاع حسابك راح يصير على الاي دي، وهي الباسورد تاعه. فبنحط حفظها، تمام، يعني تمام التمام، قال لك تم حفظ الباسورد. تقدر تغير، تفوت على الموقع من هنا تغير الباسورد قد ما يعني، يعني ما بنتهي، يقول يعني 5 مرات، لا 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 ما ينتهي. تقدر تشحن حسابك من هنا في أي طريقة كانت، تقدر تسوي أي إشي في حسابك، تقدر تغير الصورة، تقدر تضيف صورة من هنا، تقدر تسوي سكن شفاف. اللي بتسائل عن كيف تسوي سكن شفاف، من هون تقدر تسوي سكن شفاف حتى في سعر رمزي، تعطيهم مثلا 50 كوينز بس بيسوي لك سكن شفاف، ما بتدفع يعني، ما اللي ابصر كيف في ناس قاعد بياخذوا $5 عشان يسوي لك سكن شفاف. يعني هعلمك واحدة واحدة. السعر من هون راح تشتري كوينز، من هون تغيير كلمة المرور وفرز العشيرة، من هون يعني تسوي لك سكن، هان العشيرة وهان لنفسك، من هون ارسال، ومن هون من هون من هون، هان الملصقات تشتري ملصقات، وهان اهم اشي الكوبونات. يا جماعة الخير اللي بتسائل كيف يحط الأكواد في الموقع، يا جماعة الخير مشان الله، تجي هون عن كوبونات تنشيط القسيمة، تمام. فهنا بتحط الكود اللي بنبعثه مرات على الموقع، بنحط أكواد على الموقع، هيك أكواد مجانية بتعطيك كوينز وحقيقية، يعني ما بنكذب، تعطيك كوينز. تحط الكود هنا شايف، تكتبه مثلا بتحط كلمة التحقق وبتحط موافق، فراح يجيك الكوينز مباشرة. اللي بتسائل جننوني في التعليقات كيف وكيف، أي أنا علمتكم في كل أريحية.
خلصنا هيك، هاي هيك حسابك برو، ولا يمكن ناس يسرقه، ولا يمكن ناس تسوي بيه شيء. تقدر تشحنه من حالك، وتقدر تسوي فيه أي حاجة، تشحن وتحط القسيمة هون نعطيك إياها إن شاء الله في أي فيديوهات جاية. راح أحط يعني كودين هيك مجانا لوجه الله تعالى، وعشانك وعشان تكيفه. فكيف راح يكون أسلوب المسابقة؟ أسلوب المسابقة كل واحد يكتب اي دي تاعه في التعليقات، كل واحد يعني مو تكتب لي اسمك على الفيس وهيك، لا الاي دي يعني مثلا منور يا صقرة، وتكتب الاي دي جنبه او تحتي، انت حر. وراح ارسل لك، وراح عندي حساب انا فيه تقريبا 2000 كوينز، راح ارسل لك يعني مباشرة على الاي دي، مش ضروري اخذ الحساب ومثلا واسرقه، لا راح اكتب هنا الاسم، مش ضروري اسم، فهنا بكتب الاي دي تاع الفائز، ونحن بحط موافق وبحط سند. شايفين سند يعني سند كوينز بي تي سي، يعني هذا في الروسي كوينز. هاي هي راح ياخذوا خصم 10% فداكم، ما اريد 10%، راح ارسل لكم كوينز مباشره على الاي دي بدون اخذ باسورد ولا غيره. تمام، هيك حسابك صار برو، لا يمكن ناس يسرقوا ولا يمكن ناس يسوي بي شيء. ويعطيكم العافيه وجزاكم الله خير. ورابط الموقع اكيد راح يكون بالوصف، يعني ما راح يكون على راسي. يا الله اني ما انغشني، سبحان الله. يلا يعطيكم العافية، السلام عليكم.